على التليفون دكتور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار. أهلا بيك يا دكتور غادة. أهلا بيك. أهلا بيك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ طبعا احنا معانا داخل الاستوديو سيادة النائبة نورة علي. أيوة. احنا كنا بنتكلم على مسألة انه الحوار الوطني بيشتغل بوضوح على مقترحات وأفكار وتصورات لإنعاش السياحة وصياغة الخريطة السياحية لمصر وسائل الجذب. سيادة النائبة قالت لنا طيب الأول علشان نقول صياغة خريطة لازم الأول نحط الخريطة. إيه رأيك؟ طبعا كلام محترم جدا. الاول خليني اشيد بالجلسه امبارح بجلسه فيها الصبح والمسائيه. كيفيه اداره جلسه الحوار اتاحت الفرصه لجميع الاراء انها تطلع باراء مختلفه وتعبر عن رؤيتها وعن رايها، وفعلا كانت اراء يعني ايه جاذبه للانتباه ان احنا ممكن نبتدي نبحث وراها وناخد يعني كافه الجهود ان احنا نمشي ورا هذه الاراء. فانا الحقيقه حبيت اسجل يعني امتناني عن الجلسه امبارح وكيفيه ادارتها والساده والاراء اللي طلعت. عظيم جدا. النقطه الثانيه خلينا نتفق انه، وانا سمعت جزء من الحوار مع استاذه نوره، انه اللي بيحط الخريطه هو الطلب، انه الطلب من سواء السائحين أو من شركات السياحة المتميزة اللي بيبقى شايف إن في منتج يمكن ممكن يتباع ودي الزبون، هو ده اللي بيشكل الخريطة السياحية. عمرها ما بتكون ذا أذر واي راوند. هو طبعًا دورنا كدولة إن أنا أهيئ أماكن معينة شايفة إنها ممكن تكون متميزة، زي المناطق السياحية والأثرية المتميزة عندنا في مصر، زي ما السادة في المجلس الأعلى للآثار بيبتدوا يرمموا معابد ويحطوها بشكل متميز بحيث إنها تكون جاذبة لشركات السياحة تيجي تعمل لها انسبكشن، تيجي تشوفها وتشوف التجربة السياحية هتبقى إزاي، وبالتالي تبتدي تسوق لها وتروج لها في الأسواق اللي بتشتغل فيها. هي دي طريقة تشكيل الخريطة السياحية. ويمكن خليني اقول برضو يحضرني الحديث ان احنا مستنيين اليومين دول بحاجه يعني متميزه جدا، هي مسار العائله المقدس. طبعا احنا شغالين في تاهيل النقاط التي مرت بها العائله المقدسه لما دارت مصر، فاحنا بنهيئ هذه النقاط انها تصبح مهيئه للزياره، سواء الاتوبيس السياحي يقدر يوصل لها، في خدمات للسائحين لما يوصلوا للمنطقة، في حمامات لائقة، في أماكن لاستقبال الزوار، في لوحات إرشادية. هو ده إن أنا بفور وبعمل المنتج السياحي وبعد كده بقدمه للقطاع الخاص المتميز إنه يبتدي يحطه بقى إيه في صورة الباكج اللي يسوقها للزباين بتوعه. كويس كويس جدا. هكذا تصاغ الخريطه السياحيه. وخليني برضه اقول لحضرتك حاجه مهمه، السائح لما بيجي يزور اي ديستنيشن، يعني حتى لو حضرتك مسافر بره يبقى عندك فتره محدده مثلا اسبوع 10 ايام عايز تاخد فيها اكبر قدر من التجربه، وبالتالي مش عايز تهدر وقت في طريق مثلا غير ممهد او في وسائل مواصلات غير مريحه، عايز تاخد اكبر قدر من التجربه في فتره زيارتك للمنطقه اللي انت رايحها او للدوله. وبالتالي تمهيد الطرق والطرق السريعه اللي احنا ابتدينا نشوفها من تطوير كامل بقى للدوله بتصب في صالح السياحه وفي صالح ان انا اقدر اصيغ الخريطه السياحيه بتاعتنا ونقدر نحط نقاط معينه على الخريطه السياحيه. طب انا هفكر مع حضرتك يا دكتوره بصوت عالي وارجو ارجو ارجو من سياده النائبه نوره تشاركنا في ذلك. انا هنا بقى كمواطن بيفكر مع حضراتكم بصوت عالي، انا عايز انه على سبيل المثال زي ما بسافر، وكنت حتى بقول لسياده النائبه نوره لو انا سافرت انجلترا ومعيش فلوس اقعد في اوتيل غالي، فانا قدامي حاجات تانية زي السيرفيس ابارتمنتس، فانا دلوقتي ده على سبيل المثال، فانا محتاج ان انا يبقى في عندي بنيه ما تشريعيه او اجرائيه من جوه الوزاره تسمح بان انا احول المبنى بتاعي ده لمبنى سيرفيس ابارتمنت
تكلفته بتبقى أقل عليا كمستثمر وعلى الشخص اللي هيجي يقعد ويقيم فيها. من ناحية تانية إدارته بتبقى أسهل عليا كمستثمر، وأنا كمان كشخص مقيم بيبقى استخدامي ليها أكثر سهولة. نفس القصة زي حضرتك ذكرتي، أنا عايز وسائل انتقال أسهل وأكتر. يعني ده بيخليني بسأل، هل أنا بصدد أن أنا أنح فرص أكبر ورخص أكتر لشركات سياحية بتقدر تجيب لي أنواع مختلفين وشرائح مختلفة من السياح؟ هل أنا هدخل في مسألة استصدار رخص أكتر علشان أعمل ما نطلق عليه السيرفيس أبارتمنت، أو يعني الشقق الخدمية لو صح التعبير، أو اللي بتتخدم بشكل أو بآخر؟ هل أنا بصدد استصدار رخص أكتر لشركات النقل السياحي المعتمدة، فيبقى في عندي فرصة شركة أما بروح ألاقيها عندها بقى SUVs وعندها فانز وعندها ليموزينز وعندها لوكشري وعندها ميدل كلاس وعندها حاجات زي كده، ولا إيه؟ إيه رأيكم؟ أبتدي ولا ناخد رأي؟ ناخد رأي على فكرة. أنا عايز أقول لحضرتك إن في عمارات جوه وسط البلد فيها بانسيونات وهتتخض، والزمالك في موجود فيه؟ ده لازم نتوسع فيه بقى عشان اي حد يقدر يخش على اير بي ام بي ويحجز. بس انا طبعا يكون تحت مظله طبعا الوزاره عشان نضمن الجوده طبعا مما لا شك فيه، والتفتيش، لانه من غير تفتيش حضرتك عارف انه ممكن حاجه تهرب مننا. صحيح. فاحنا فعلا عايزين التفتيش عشان نظهر بمصر كويس ويبقى عندنا جوده. حلو. الوزاره اظن ان هي اعلنت امبارح ان هي بصدد اصدار حاجات زي دي، والدكتوره غاده قالت امبارح اعلنت برضو ان هي بتمضي على كمية تصاريح دلوقتي لفنادق وبنسيونات ابتدت تظهر، فكويس. وبعدين حضرتك لازم تعرف ان الاماكن اللي بتطور سامحين فيها بإقامة الحاجات دي. حلو قوي. يعني دي موجودة بالفعل، وفي حاجات في الاهرامات يعني عند ابو الهول ابتدت حوالين ابو الهول وحوالين نزلة السمان وحوالين المنطقة، انا عارف ان في ده. طب دكتور غاد، تراخيص لشركات جديدة ممكن تبقى لسه جديدة ناشئة صغيرة بس قادرة أيضا على الجلب، تراخيص لشركات نقل سياحي وما إلى ذلك؟ طيب يعني طبعا سؤال حضرتك مهم جدا، وهو compound question، هو سؤال مركب من كذا نقطة. أيوة. واحد، حضرتك أشرت لوحدات الإقامة. الحقيقة دكتورة نورة الفترة اللي فاتت يعني قامت بمجهود كبير جدا على مستوى مجلس النواب، وأصدرنا قانون 8 لسنة 22. ده القانون ده بينص على القانون السابق، ما كانش فيه إن أنا إمكانية إن أنا أقدر أدي تراخيص لوحدات إقامة مختلفة، ومن ضمنها اللي قلنا فعلا إنها ممكن تبقى حاجات بتتحط على اير بي ان بي وعلى الأونلاين بوكينج بورتال. وبالتالي أصبح في إمكاننا إن إحنا ندي تراخيص لوحدات إقامة، ولكن لازم تكون بكاتيجوري معينة، يعني الحماية المدنية لازم تكون عدت عليها وتأكدت من الـ يعني الكفاءة بتاعتها، لازم تكون بمواصفات معينة. ابتدى يجيلنا شركات الحقيقة محترمة جدا، براندد أكوموديشن، شركات بتعمل ريموديلينج لوحدات الإقامة دي وتخليها بشكل انترناشونالي اكسبتد، وبالتالي نقدر احنا يبقى عندنا ستاندرد معين من الخدمات اللي يعني متوقعة في هذه الوحدات. ده ما يتعلق بهذا الشق. الشق الثاني اللي حضرتك اشرت ليه برضه استاذة نورة اشارت ليه، احنا فعلا عملنا حصر على بعض وحدات الإقامة اللي موجودة حوالين نزلة السمان وحوالين الهرم، واللي هي واخدة تراخيص من المحافظة، وزملائي في الوزارة فعلا عملوا حملات مشتركة مع محافظة الجيزة للنظر في تصنيفها وإعطائها منحها رخص تحت مظلة الوزارة، وفعلا شغالين في هذا. في حاجات ثانية فعلا أشرنا ليها انه ما كانتش تحت مظله الوزاره، ابتدينا فعلا ندخلها بموجب هذا القانون وبموجب التسهيل او المواصفات اللي اتحطت في القانون. هذا فيما يتعلق بزود وحدات اقامه، مش بالضروره تكون فنادق كبيره او ريزورت كبيره، ولكنها ممكن تكون بتخدم زياده الطاقه الفندقيه اللي متوفره ويجب توفرها في خطتنا واستراتيجيتنا. عظيم. حضرتك ذكرت بقى شركات سياحه و
تراخيص لشركات سياحة علشان تقدر تجيب وسائل نقل حديثة ومتطورة. احنا عندنا ما يفوق 2400 شركة سياحة مرخصة. هذه الشركات بدعوها تفكر في انها تطور من نشاطها وتتحول الى سياحة جاهزة. العالم كثير مفتوح قدامنا دلوقتي. التسهيلات اللي تمت في التأشيرات السياحية وتأشيرات أبان أرايفل في المطار يمكن منحها كبيرة جدا، بتتيح إنه هذه الشركات تقدر تشتغل في السياحة الجلبة المحترمة بأسعار وبمكاسب تضمن لها يعني إعادة النظر في آليات عملها. وبالتالي أنا ما عنديش نقص في الشركات السياحة، مش ما عندناش احتياج، لان انا عشان اوصل ل 20 مليون سايح مش محتاجه اكتر من 2400 شركه، عندي تراخيص كافيه جدا، لكن الشركات دي محتاجه انها تشتغل بشكل صغير من الاليات بتاعتها. فيما يتعلق بقى بوسائل النقل، ايوه فعلا في مقترح بندرسه لتطوير منظومه النقل، لانه فعلا محتاجين نزود اعداد الاتوبيسات السياحيه والميكروباصات والكرفانات والفور باي فور. فعلا محتاجين ان احنا نبص لده، وده الحقيقه يعني مجهود بنقوده مع غرفه الشركات السياحه اللي هي مختصه بهذا، وان شاء الله برضو هنشوفه مع وزاره الماليه ومع وزاره التجاره والصناعه لكيفيه توفير اسطول من النقل الحديث يقدر فعلا يمشي مع استراتيجيتنا في زياده العدد. بالظبط. انا بشكرك جدا جدا دكتور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار.